يا شباب حلقة اليوم نبي نجرب شخصية جديدة ونفتح جوائز جديدة وخلونا نبدأ. يا هلا وسهلا اقول اليوم جايبكم حلقة جديدة من لعبة الاسطورية، واول ما افتح اللعبة يقولوا لي في لك هدية، فخلونا ناخذ هديتنا. تمام برميل قطران دوار الارتداد، ما ادري ليش احس بهذه اللعبة اي شيء يكون باليسار خطير، ماني عارف السبب، لكن على ما يبدو انه بس ما راح نلعب الشخصية هذه، بس هم اعطونا البداية لها. تمام لكن شخصية اليوم، حلقة اليوم يا شباب راح يكون بول، واحس كذا فات قوات واقية يعني تانك، صح؟ اعتقد انه تانك. تمام يا شباب بالتحدي اللي سويناه اليوم طلعت ثلاثة، بما انهم ما دخلوا صار لهم كم يوم، خلنا نرد على الشباب. نوركم دقيقة يا جماعة، الكيبورد حقي ما في حروف عربي عشان كذا تكليجات كثير. نوركم يا شباب يا اساطير. طبعا الحين عندنا مساحه لثلاث اشخاص، طبعا اي شخص عشان ما حد يزعل منا الان، خلوني اعطيها اي شخص يا شباب يدخل الكلان وما يدفع اليومين او ثلاث ايام راح اطلعه، يعني لا يقول قبلك ما يبيني، لا انا ابيك وعادي، لو قدرت ثاني مره ادخل ثاني مره ما راح، لا لكن تفاعل بالاتحاد تنبسط شباب، مو تخش خلاص انا ما لي علاقه وش اللي يصير، لا احنا نبي هنا تفاعل لان راح نلعب مع بعض يوم الخميس يا شباب. يوم الخميس الساعه 11 راح ندش اللعبه ونلعب مع بعض، انا ما ادري صراحه اذا كنا راح نسجل او لا، لكن بندش ننبسط. اتمنى يا شباب تفيدوني اذا اقدر العب مع الشباب بمود، يعني نلعب 4 5 6 كذا مع بعض او ضد بعض، راح يكون شيء مره اسطوري. والحين يا شباب خلونا نبدا ونشوف المهمات اللي عندنا. اربح 3 معارك كويس، اربح 3 معارك في المواجهه الحاسمه، ايزي ايزي زين. اوكي الشخصيات هذه لما راح نستخدمها، وهنا ما اعرف اذا في ايوه حاطين لنا بول 15 جيم يبون نلعب، اوكي ايزي يا مدير. هنا خلونا نبدا بسم الله يا شباب. اللي عنده بي سي او لابتوب انصحك تحمل اللعبه فيه وتلعب رول الاكس، شيء مره خطير لانه مره سهل، اسهل حتى من التاتش جوال ولا بالايباد. وبسم الله نبدي باول جيم باول مهمه. اوكي نجرب نقيم الايم، مو بعيد المدى. اوكي الشخصيه شتجن ومو بعيده المدى شويه، ما ادري ليش اميل للشخصيات بعيده المدى، بس بما انه يعني يضرب قريب فالمفروض ان الدمج يكون. ايوه مو هذه جبت العيد يخرب بيتك. اوكي صديقي مات، لا ما مات، ادعس لي يا الهل. شباب ليه هذه عرفها؟ لحظه هذه مو مالت حق الاسهم؟ ايوه تعال خذها بارده برا. فزنا، اوه ماي جاد فزنا من غير ما ادري. يا شباب لحظه اصبر، مو فوزنا يا مدير. حلو 3 معارك خلصنا منهم 2، ايزي ايزي هذا راح اخلص. العب مجددا. اوكي صراحه الرجال لعبه مره كويس. دعوسي دعوسي، ولا تنسون يا شباب ولا تحرموني من اللايك وحركاتك وحركاتك وبركاتك وشبساتك وبطاطساتك، لازم تاكل عشان تنبسط، انا احب لما اتابع محتوى جسع، فانا ابغاكم زي تاكلون وتتابعون ان الشيء يكون مره خطير. اديها الله، في احد تحت؟ في درزن فوق، ايزي شوت جن. ايوه انا ما في اشياء كثيره، خلنا ناخذها. اوكي اللي انا اخذه ياخذه معاي، تعال يا حبيبي القى، تعال يا شبيهي تعال. يا جماعه اللي معاي خطير جدا والله. اوكي هذا الفريق المتبقي، شلون مات؟ مات رجع، خلوني اقعد هنا اهيل. يا اخي قرب يا اخي، راح يزيطها علي هذا اصلا. ايوه بما ان الهيلث في فارق شاسع اكيد اني انا لان الهيل بيني وبينه شاسع المستوى. والله على الفوز يا شباب، الى الان ما راح احكم النشويه او لا الين ما نجرب كذا جيم. بالضبط خلصنا مهمتين، والعب يا مدير اجين اجين اجين. ادعس لي يا مدير، بجربه بكذا مود عشان نعرف اذا الشخصيه تستحق او لا تستحق. وبما ان نزلنا حلقات هذا فقيموا لي الشخصيات اللي جربناها يا شباب، تك للتعليق ترى شيء مره اسطوري يخليني اتحمس اني انزل محتوى، لاني عارف ان في ناس قاعد تتابع وتناقش، وترى انا اقرا الكومنتات صح اني ما ارد عليها اغلبها، لكن والله اني موجود واقرا واشوف. مو فلا تظن لما تكتب لي انك فلوق ما يقرا، لا جالس اقرا يا عيال، قاعد اقرا لكن غالبا اكون كذا مشغول والكومنتات كثير، فاقعد اقرا 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 واخليها عارفين دوام. بالضبط فتقسيم الوقت ما بين انشاء المحتوى وحركات المحتوى. ايوه القملي واحلى فوز، تنشئ محتوى وقاعد تشتغل بنفس الوقت، وهذا شيء مره عشان كذا لازم تكون الناس مقدرين. ادعس لي كذا مهمات بالكيلو، عطني واحده بعد، خلوني اخذ رشوه من الماء. يا سلام سواء خلونا ندعس، خلونا ندعس. ادعس يا مدير، ادعس يا مدير.
انا باخذ هذه. كيفك يا حبيبي؟ كيفك؟ هذا اسمها الفخاخ الذكيه يا حبيبي. احنا قاعدين نتعب يا مدير. تعال تعال تعال. هذا وراي وراي. لا مو راح لكم راح لكم. لا تقول لي خسر يا شباب. بس والله دعسنا يا شباب، والله دعسنا. اوكي راح نغير، ما راح العب معاك. مو لانه خسرنا، لا نبي نغير يا شباب. غالبا خلصنا مهمة الموت صح؟ فنجي هنا. هل الزعماء يحدث بعد يوم؟ ايوه هذه، وهذا حق اتحادنا يا شباب. اتحادنا العبوا 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 يا شباب. يو هذا محاكي حوسة، هذا حوسة حوسة. اوكي نرجع للاحداث. تعال هنا هنا. ايوه يا سلام. المواجهة الحاسمة لعبناها. اوكي نسوي نفس سمسن العب الجواهر. ما حد يقدر يدخل ويانا. خلنا نسوي دعوه. خلون صح دخلوا. يا سلام، وهذا اول جيم مع ابطالنا في الاتحاد. كويس ان نقدر. يلا خش خش، لا تخلصون يا شباب. ادعسوا ادعسوا. متحمس اني العب معاه. يا سلام، مستعد مستعد. يا سلام يا سلام يا شباب. الشباب زين. الان حنا داعسون الى اللانهائيه وما بعدها. تعال الفريق اللي ضدنا ندعس. الله دعسي دعسي. يلا يا شباب يلا يا شباب، لا تفشلوني متابعيني الاعزاء. نبي ندعس ابو ابوهم. طبعا انت كونك تلعب مع اصدقائك ومتابعينك فتدرون الموضوع الخساره ما راح يكون سهل. اشوا يعني حلو. جواهر الجواهر يا عتيبي، ادعس لي. كاف احنا منحشرين على ما يبدو. يمه وراي وراي. تعال القم. باقي لنا التوفه. شباب انتم تستطيعون. دعس دعس يا شباب، انتم تستطيعون. يا جماعه الالتي حق زبال والله. لا تشد قنيني. كنا كبرياء شد. كفو والله يا سطير. الهيل الهيل يشكي عبي يا مدير. الهيل يشكي يا شباب. لا انقلع عني انقلع عني انقلع عن الله. حطينا السبرايسو. ارجع 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 ارجع. هيل خلني من خلوي انا. هيولي وجي. تعال القم. جواهري يا شباب جواهري. الله بدا العد التنازل يعني شباب. دعسين والله والله كم. بما ان انا اللي ما عندي جواهر انا اللي ببيعها قدامهم. تمام خلوني انا اللي القم كل شو اسمه. شوف شوف قاعد اضحي. شوف كيف قاعد اضحي يا شباب. والله العظيم ان اساطير من يومكم اساطير. دعسناهم يا حبيبي دعسنا والله. لا اعطيكم لايكات. ما اقدر اعطي الا واحد. اجين اجين يا شباب. طلعوا. كل مره لازم ارسل دعوه. بجرب 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 الحين مره ثانيه. موجودين. انا مستعد. كفو والله يا اساطير. وهذا الجيم الثاني مع المتابعين الاسطوريين. دعس دعس يا شباب دعس دعس يا شباب. والله انكم كفو. ايوه هذول يرمون بعيد يخرب شكلها المره. لا شكلها واضحه صح، لان هذول مداهم مره بعيد مره بعيد. شو وين ما يمديك حتى تلتحم فيه. تعال الكم. انا خربته ترى كذا. الحقه بس من باب. ايوه هذا طلع من صمته. هذول مو مستعدين. هذول ناويننا والله. تعال يمه. ويا والله شباب هذول تيم مستعدين اخر استعداد. واضح واضح. اعطيتها درعمه درعمه لكن لم استطع. انا ابدو ان هذا المود غير مناسب لشخصيتي لان قاعد انجلد يا عيال. قاعد انجلد ولاني قادر اساسا يعني. بالضبط شايفين كيف قاعدين نموت. شايفين يا عيال. ايوه يعني هم عارفين اني بطلع من والله انهم اساطير. ترى الشباب درعموا عليهم يعني ما هم سهلين. الشباب ما هم سهلين. الفريق اللي ضدنا على ما يبدو انه مستعد مره. ايوه والله والله كفو. ننسحب يا شباب. جواهري. يا شباب 13 ثانيه 13 ثانيه. يا نكون او لا نكون. يا نكون او لا نكون. طلعتهم من شو اسمه فخاخهم. انتهت المواجهه يا شباب. هذا المود غير مناسب لشخصيتي فلازم نغير المود. المره نعطي لايك لانه اعطينا هذا المره الثانيه ثاني ف والله تصفقنا. تو خروج ونغير المود يا شباب. لازم يتغير لنا. هنا انجلدنا فنروح المنطقه الساخنه. جرب بسم الله. الشباب بينهم عرقين وعلين. ستريك راح. ستريك يا شباب يا عيال ستريك يا. هالمره ان شاء الله هذا حق دعس. هذا دعس هذا دعس. وان شاء الله قادرون طامدون. نعم نعم. لا انت لازم اساسا تجي عندي هنا. كفو
اخ سياف، والله سياف، والله انه كفو. هيا شوي بعدين ندش. لا 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 اخي طقونا من بعيد، شالغش هذا. ايوه كفو، دش دش يمين. ايوه هذا هنا هنا هنا. اعطيك انا قاعد اموت وانا داخل العشب يا شباب. زين خذوا اليمين، خذوا اليمين، سووا الكفه يا عيال. والله اندعسنا يا شباب، شباب قاعدين نندعس. حول هذا قاعد يهيلون نفسه. قاعد يهيلون نفسهم. طيعون الله عليك السياف. والله انا هنا قاعد اكل منها وقاعد تعدل النسبه فوق. ايوه بالنهايه بيجوني، اكيد اكيد بيجوني، انا عارف انهم بيجوني. خلصوها 100%. والله دعسوا، والله دعسوا، والله دعسوا الشباب يا جماعه، اقسم بالله والله كفو عليه. ثم اساطير نلعب ثاني مره، انا مستعد. اوكي اختار احد الابطال على من راح يغير. هذا وش ابو بالونه؟ اللي بيشوف ابو بالونه راح يسوي معانا ولا لا. والله والله دع، والله دع جماعة. اللعبه والله ممتعه يعني، خصوصا بعد لما تلعب مع اعضاء الكلان وكذا. يا شباب جوني اثنين، لا تاتيني في حين غره. مو قصدي اسوي كل هذا انا. لا 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 انقلعي انقلعي انقلعي، كنك امير سوبر ماريو. انقلعي، نخش من هنا. الهيل عندي منتهي، انا بتكي هنا تمام. منها هيل ومنها وشو تل المكان. تعال وشو وشو وشو، سايبه هي سايبه هي سايبه هي. تعالوا يا تعالوا يا تعالوا يا عشان نعبي اسرع. على ما يبدو ان هذه منطقه الخطر. مدري وين راح، شكله ذبح. تعال يا امير سوبر ماريو. لا 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 راح اموت راح اموت. هنا استحواذ كامل. الله والله اساطير يا جماعه، شوفوا كيف ابو بالونه غير الوضع. حسناهم يا حبيبي، دعسناهم. اوه انا نجم مواجهه بعد. كفو يا سلام، خلصنا والله مهمات صح، خلصنا مهمات كويسه يا عيال. المنطقه ساخنه هنا، جربناها، نبي نغير للضربه القاب. دعس يا مدير. بيغير البطل، ما راح اقدر اغير لان نبي نجرب بكل المودات والاشياء الموجوده. ايوه خذ الامير اللي قبل شوي، هذا مات سوبر ماريو صح. الله سبحان الله، الشبه ويخلق من الشبه 40. اي والله تعال غش سوي كذا، انا مخ وقعد تحت. اكشفوني. لا ابو بالون، احلى ابو بالون. ايوه والله كانك اقل شيء ذبح. احسن احسن السيئين، واحد منهم ما. من خش ابو بالون. ابو بالون طلع. تعال تعال تعال. ها ادعس لي، تعادل جوله بجوله يا شباب. يا ويلك انا داخل. يمه يمه هيلي هيلي، اهيل ولا لا؟ احس لما اكون واقف يهيل اسرع. اوكي هذا النطاق حقه، ما ادري من فوق. روح بعيد من هنا وتسوي كذا. خسرنا فاشله. والله انت احسن تعسر. والله الاميره بعطت نظاره تقول انا خسرانه لا استطيع. ما عليه ما عليه شباب، جوله اخرى جوله اخرى جوله اخرى يا شباب، نحن نستطيع جوله اخرى. باب وشو وش احسن من ان فيهم ولا شيء. عسهم ضب عسهم. انا بجي هنا غالبا انهم جاي. دراك اني انا هنا. ايش دراك ايش دراك ايش دراك. والقم الجوله الاولى فزنا يا شباب، بما ان اساسا احنا اساطير فايزي بيزي ان احنا قاعدين نفوز. الجواز هذه ما تعطي شيء. لا باقي واحد، الواحد هذا عندي انا. القم جولتين والله دعسناهم يا شباب، فوز ساحق ماحق. الله عليه الله على الفايزين. ابلع ابلع لايك وخلونا نروح ندير المود ثاني. شباب فجاه وانا قاعد العب زين. الان 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 انا جاني جوع خطير. واحد يقوم يسوي لنا اكل على السريع كذا ويش فهمتوا؟ انا عارف انكم طيب. والله نجح، لن اسمح للجوع ان وندعس يا شباب. بسم الله، فريقي تيمي اسطوري يا شباب، التيم اللي معاي قوم في شاري 10 كافو. يا جماعه هذه البنيه اللي قاعد العب فيها ترى على ما يبدو انها خطيره. واجي انا كذا على حين غره واعطيها كذا. لا مخلص، بعدين ارجع كذا اهيل. حلو 3-0 يلا. اخي لا تقعد لنا العابك الناريه يا اخي، الالعاب هذه ترى مضرة لصحة الإنسان. أوكي القم القم، أنا اللي قمت أول ميتي صح؟ لا والله ماني من أول ميتي. أيوة هذا يقط ألعاب واجد يا شباب. لا لا مو تقدر تصفقنا يا تمساح. طلقة واحدة عن هيك. يوه يوه قنابل، نلعب قنابل جماعة. هذا غرقنا تغريق، غرقنا والله. هو يدري إني هنا فقاعد يقطط على هنا. حشرونا صراحة، والله انحشرنا حنا بسبب هالألعاب. ادعس لي يا شباب. ايوه تعال، انا ابو
ختمت على راسي طين قبلوك اخر واحد. ايزي ايزي ايزي، نحن نستطيع يا شباب، احنا نقدر. وش شو اسمه تتغيرون؟ انا مستعد كمل على نفس دعوسي حبيبي، دعوسي دعوسي، لا تقولي ولا اقول، احنا نمشي على نمط دعس دعس يا شباب. هذه طلقتين تحذير وانذار. القم 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 القم، تكفو تكفو العمو. عبي 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 عمي، الالتي حقي انا اللي جايب فيني العيد يا شباب، خليني اروح اركض، ما ابي اركض يا عمي، لقمت انا. اوكي تعال القم القم، ارجو طلقه ولو جبري خاطر. يدري اني هنا ويدري جاني جاني، شيل شيل شيل، والله لقمت والله لقمت، انا ادري. والله دعسنا. ايه اطلع اطلع اطلع، احلو دعست اثنين ورا بعض، اعطيتهم هد هد. والله كفو والله كفو، روح ادعس يا مدير، ادعس يا مدير المدراء. شو اوكي، وش بقالنا من الاحداث الحين؟ خلاص الكرة، خلونا نلعب الكرة. قبل لا نلعب الكرة خلونا نخش هنا وناخذ جوائز. اوه عندنا هذا التعبير، عندنا هنا الله، ايوه هنا الله الله، يا ربي يا رب اعطونا كريدت. احلى يا شباب، هذه النقاط الخضراء اللي لحد الحين ماني حافظ هي حقتين، اكيد لها فائده طبيعي. ايوه عطني ال، هذه الالوفات يا شباب، بعدين اكيد بنطور فيها الشخصيات ونستفيد لاخر جائزه نفعها. الله الله حلو، الحين انا مسحين ندع، والحين ندع، الحين دعوسي دعوسي بالضبط. لازم الفريق خصم يلقم، قومي لقومي عطى كذا كذا كذا، اي اضحي بنفسي ما عليه اموت، بس هي على الفار، احس انك خذ لك هد خذ لك هد، تعال اوكي بعدنا الكوره. ايوه يعطون نفسه بصوت، لو تكفوا انقذنا، ليتك لفيت يسار ليتك لفيت يسار. اوكي قاعد يحاولون الشباب قاعد يحاولون، ايوه يا ليل الليل مع الالتي الزبال، قطلي قطلي الكوره. الله عليك الله عليك، والله انا اسف، انت اسطوره لكن انا ماني اسطوره، انت تستطيع. اوكي لازم وش تسوي؟ باغت الخصم تهج. يما اشوى العدو بيتهم، والله حشرونه، الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك، والله انحشرنا يا شباب. ايوه هذا شنو؟ لا مو كذا مو كذا يا جماعه، والله اللي قمنا. لحا لحا، استهزأوا فينا يا شباب، محاوله ثانيه. على ما يبدو الشباب اللي معاي حقين جلد وحقين كوره، لازم نفعل الحس الرياضي يا شباب، الرياضة اللي فينا لازم نمارسها. شو يا شباب، اذا انت مالك خلق تسوي رياضة لا تسوي رياضة، العب داخل لعبة وسوي رياضة داخل لعبة، لا تحرك بالحقيقة، ارتاح ارتاح كذا، حرك اللاعب حرك. تكفي انك قاعد تحرك اناملك، لو تلاحظ اصابعك اذا حركتها واجد ولا ما حركتها واجد، لو تلاحظ ان اناملك هي اقوى شيء عندك، كيف تفتح علبه بيبسي شير او 7 اب او المشروبات الغازيه عموما؟ ليش؟ لان اصابعك قويه، لانك مرنها قاعد تلعب. انا قاعد اسوي دعايه لاصابعي. شباب اللي قمت انا، هذول شكلهم نفس الفريق اللي قبل شوي صح؟ لا 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 مو نفسه مو نفسه، روح روح، انا ترى متعمد، انا متعمد اني اموت عشان اصير ورا واحمل، فهمت؟ والله اني كذاب، لا انا خطان شيء. ايوه شكرا لك، جهد جهد جهد، كرة اوكي رد وخذها، لقمنا. انا قايل لكم ليش انا قاعد اموت عند، عشان نهج يا شباب، خوينا هذا قاعد يخطط. والقم تموت، انت بتستطيعون باقي واحد بس. المدعسة مستمرة وانا سوف اتي من اخر الملعب لكي استحوذ على الكرة واحاول اني انقذ اصدقائي، اديها ما ترحمهاش وارجع لا تموت. لقمنا ايش لقمنا، قومي لقومي، والله لقمنا. ويحاول قفلوك ان ياتي، ويحاول قفلوك ان ياتي، حاول قفلوك ان ياتي، لقمها قفلوك لقمها قفلوك. يا شباب الكوره ما ادري شو صارت، معركة بالكورة، لكن نحن نستطيع. نعم تستطيعون يا شباب تستطيعون يا شباب، روح القم كذا، لازم تشتت العدو. لايك واحد منهم مات شباب، تعريق 18 نسبة التعريق مليون ألف، لكن أتي من بين الصفوف ولا أخشى. أيوه بعد ولا أخشى العدو يا شباب، ظني جوعان. أيوه راح نلقم الحين، راح يشيلون كل الحواجز. هيلنا هذا الشيء يعطينا هيل ولا فتح الملعب، انشالت الحواج، شال الستار. الله عليك والله لا ابيعها. الكورة وين هي؟ الكورة ادعس، انت تصح. انا اروح للفخ بيدي ليه؟ انا اروح للفخ بيدي ليه؟ ارجع ارجع. تعريق تعريق مليون الف، والله التعريق مليون الف. واخذ الكرة واحاول انني انتظر اصدقائي يطلعون. يماه ناولها، ليه ما تناولت؟ انا اللي دخلت بالجول مو اصدقائي، والله اللي قمنا. الله يستر الله يستر، انت بتستطيعون، خذ الكابرس وشوت يا قفلوك، اذبحوا
الله عود مع العشر ثواني والله واجد الوقت. يلا يا شباب يلا يا شباب تستطيعون. لا 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 تقولي تعادل. أنا ألعن التعريق ألعن التعريق. الشباب والله دعسين. حطينا تعادل أوكي إيزي. والله معرقين والله معرقين والله إنكم أساطير بمعنى الكلمة والله. شو كيف يا جماعة الناس قاعد تدعس سيب حقي خرافي. قام طويل دعس 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 دعس. يلا يلا إن شاء الله أنا راح أروح يمين شوي أيوه هذا اللي أنا ما أحب شوف شباب ألقم 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 أنت العملاق. جماعة هذا عنده هيل الزمن هيل ما يخلص. ألقم 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 تكفى عطش تقوني. يا شباب أنا كافحت بما فيه الكفاية كملوا. دشوا الجول دشوا الجول دشوا الجول جول جول كل 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 الله عليك. الله يسطورة والله يسطورة. أنا أدش كذا أوكي هذا 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 أبو الهيل يا شباب. لمن يناول جينا من الميمنة وأغير رأيي أقدر أشوتها كذا. أيوة فتحت لكم الجل الله عليك. والله اسطوره يا شباب والله اسطوره. القملي القملي ايوه. يلا يلا بعد جيم بعد جيم يا شباب بعد جيم يا شباب. اعطوني جائزه مدري وش الخرافي. ايوه شخصيه جديده بطل جديد لولا اخس يا لولا. راح نجربها بعدين لولا يا شباب. الحين نبي ندعس الخصوم يا شباب نطشر ابو ابوهم. يا معرقين يا اساطير والله اللي لعبوا معاي اليوم والله خرافي. لا تنسون شباب بعد خميس نبي نلعب مع بعض. الحلقه تنزل المفروض يوم السبت صح؟ المفروض انه يوم السبت. خميس ان شاء الله يكون يوم ويكند عند الكل ونقدر نلعب. بس راح نخش على الساعه 10:30 11:30 من هذا القبيل. ما راح يكون بدري بالضبط. هذا لحد الحين ما حد لمس الكوره اصلا. سيها الروبوت والله ما حد لمس الكوره يا شباب. من اول الاشخاص اللي يدعس ياخذ الكوره من غير خوف. طيها شوت. الله عليه الله عليك انت بطل انت بطل. لن اخشى الاعداء واخذ الكره. ليتني ما اخذ. اربكت فريقي انا بالحركه. تكفى تكفى اطلع. لا 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 الله عليه والله انقذنا الوضع يا شباب. ناخذ الهيوله اللي هنا زين. ادعس مالك شغل مالك شغل. ادعس 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 ادعس. الله والله حشرناهم عند بيتهم. الله عليك ابو البلالين بلنها يا ابو البلالين. الكره جايتنا بهجمه كره ورا. هذا ليش قاعد يرجعها؟ هذا شكله بيخسر فريقه. خربت. الله عليك انت اسطوره. الله عليك ديها. يا سلام شوف خلصنا الحين مهماتنا. خلصنا يا شباب حلقتنا. وصلنا هنا لنهايه حلقتنا. ان شاء الله انها عجبتكم. لا تنسون شباب اللايك والاشتراك ونشر القناه والى اللقاء.